مؤمنة راضية صلت القبلتين، مهاجرة ممتحنة، فهي أول من هاجر إلى المدينة بعد النبي. صدق إيمانها فنجاها الله بكلماته، وفيها نزلت آية الامتحان، فكانت هجرتها خيراً وبركة. محدثة راوية عالمة، فهي مدرسة في التربية والعلم، لما لا وهي أم النجباء. لنا رواية مع الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة، المؤمنة الممتحنة. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية القرشية الأموية، أخت الصحابي عثمان بن عفان لأمه. بايعت رسول الله بمكة قبل هجرته إلى المدينة، فهي أول من هاجر من النساء بعد النبي. كيف كانت نشأة وتربية أم كلثوم بنت عقبة في بيت شديد العداء مع الإسلام والنبي؟ قد نشأت أم كلثوم رضي الله عنها في بيت عرف أو تخصص في العداء للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأب عقبة ذكرت المصادر التاريخية أنه ما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في شارع من شوارع مكة إلا آذاه، إما بالقول وإما بالفعل. فتاة تنشأ في بيت على هذا العداء الكبير مع الرسول والإسلام وتتمسك بدينها. نعم، لم يثنيها ذلك عن إيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعن رغبتها الجامحة في اعتناق الإسلام، رغبة في دخول الجنة، النبي جنة الله سبحانه وتعالى، رغبة وعدم تسليم أبداً للتحديات التي واجهتها في هذه البيئة الصعبة. ما هو سبب إسلام أم كلثوم رغم هذا العداء الشديد للإسلام من أبيها وفي بيتها؟ كانت كثيراً ما تقارن بين ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة إله واحد قدير، يخلق، يرزق، يعطي، يمنع، وبين ما يعبده المشركون في مكة من 360 صنماً. نعم، كل صنم يعبد في يوم. فكانت هذه البداية للسيدة أم كلثوم مع حداثة سنها 16 سنة، هداها الله للإسلام ولحقت بسيدنا رسول الله في المدينة المنورة. ولكنها إذا أعلنت إسلامها فإنها ستلقى العقاب من الوالد من الأبي ومن إخوتها الثلاثة خالد وعمارة والوليد، فأسلمت وكتمت إسلامها حتى هجرتها. كان من الأمور الصعبة على أم كلثوم كفتاة وحيدة الخروج وحدها لتقطع الطريق إلى المدينة دون حماية. بدأت تدبر وتخطط كيف تصل إلى رسول الله لتعبد الله هناك بكل حرية بلا خوف أو رعب من أهلها أو من مشركي قريش، حتى لمعت في ذهنها فكرة عبقرية. كيف كان تخطيط الصحابية أم كلثوم للهجرة إلى المدينة؟ السيدة أم كلثوم خططت لهجرتها سراً، فكانت تقول: كنت أخرج من بيتي إلى بادية لنا فأمكس فيها باليومين وبالثلاثة وبالأربعة أيام. كانت تخرج مع قومها إلى التنعيم، تبعد عن البيت الحرام من 5 إلى 6 كيلومترات تقريباً. نعم، ثم ترجع بعد يومين أو 3 أيام، وشاء الله عز وجل أن تلتقي برجل من قبيلة خزاعة. وكانوا على عهد مع النبي. نعم، وقبيلة خزاعة كانت دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، فسألها: من أنت؟ قالت: أنا فلانة وأريد المدينة المنورة. لما أيقنت أن الرجل لا يريد بها سوءا فقال: إذن أكون لك السند في هذا الطريق، وأوصلها إلى مدينة رسول الله ودلها على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هجرتها جاء الامتحان، فهي أول ممتحنة في الإسلام، كيف نجحت في هذا الاختبار؟ شاء الله أن تدخل على أم سلمة رضي الله عنها. نعم، وكانت أم كلثوم منتقبة فلم تعرفها أم سلمة، فلما طلبت منها أن تنتسب أي تذكر نسبها
عرفت بنفسها أنها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فاحتضنتها ورحبت بها، ثم أخبرتها أم كلثوم أنها قدمت خوفاً على نفسها وعلى دينها، وتخشى أن يردها الرسول صلى الله عليه وسلم حسب شروط صلح الحديبية. سيدنا النبي مش عارف يعمل معها إيه، هل يردها إلى أهلها أم تظل كما هي، فانتظر إلى أن يأتي الوحي. نزلت آية الامتحان هنا. نزلت آية تخص السيدة أم كلثوم: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نزلت هذه الآية في السيدة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وألغي هذا الشرط، وألغي هذا الشرط، وظلت في حمى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم كلثوم أول ممتحنة في الإسلام، ونجحت في هذا الاختبار لها، ونجحت في هذا الاختبار. وكان الامتحان هو أن الرسول قال لها ولغيرها: الله، أي قسم بالله، ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والمؤمنين، ما أخرجكن مال ولا زوج، تقول أبدا، فتبقى ولا ترجع إلى الكفر مرة ثانية. لم تنجو بمفردها، بل كانت فاتحة خير على المسلمات جميعا، فخرجت جميعا خلفها مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لما قدمت أم كلثوم كانت ما تزال فتاة صغيرة لم تتزوج بعد، وقد أعجب بصدق إيمانها وشجاعتها كثير من الصحابة. كيف جاء زواج أم كلثوم واستشارة النبي في هذا الزواج؟ كانت شابة في مقتبل العمر، ولم يسبق لها الزواج، ليس معها أب ولا أم، فلجأت إلى أخيها من الأم، الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، واستشارته في من تتزوج من هؤلاء، فأشار عليها أن تذهب إلى رسول الله لاستشارته. فسيدنا النبي بقى بدأ يزوج السيدة أم كلثوم واختار له، تزوجها يعني 4 من خيار الصحابة، يعني ده إن دل يدل على أنها تزوجت 2 من المبشرين بالجنة، سيدنا الزبير وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا زيد بن حارثة الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة، فلما قضى زيد منها وطرا، وفاتح مصر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. كانت أم كلثوم من أوفر النساء عقلاً وإيماناً، فاحتلت مكانة لائقة بين نساء الصحابة المهاجرين والأنصار، وكان رسول الله يكرمها لصدق إيمانها، وقد أخرجها معه في بعض غزواته تداوي الجرحى. هنا أتحدث عن المناقب والخصال والصفات الكريمة في الشابة أم كلثوم بنت عقبة، سواء من علم وكتابة ورجاحة في العقل، فهي من رويات الحديث، وأيضا دورها الكبير في المعارك والحروب، كان لها دور أيضا في هذا الجهاد. هاجرت في السنة 7، فالغالب والراجح أن هذا كان في غزوة حنين والطائف، وتعرض المسلمون في بداية هذه المعركة للهزيمة، وأصيب الكثير بإصابات، فكانت ممن ألحقنا بالجيش لمداواتي الجرحى. لم تتوقف عند المشاركة في الحروب، وأيضا مع الأبناء والزوج، لكن أيضا كانت من رويات الحديث، تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من رواة الحديث، فقد ذكر البعض أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث كاملة، تروي لنا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لها بهذا، يعني ممتحنة وينزل القرآن بصورة في القرآن باسمها، وتروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان أولاد أم كلثوم رضي الله عنها من نجباء العلماء الذين تركوا آثاراً كريمة في دنيا العلم على مدار تاريخ الإسلام. كيف أصبحت الصحابية أم كلثوم مدرسة تربوية وأم للنجباء؟ الصحابية الجليلة أم كلثوم كان لها دور بارع في تربية أبنائها، لدرجة أنها سميت أم النجباء نتيجة لكثرة أبنائها، وأن هم كلهم كانوا على دراية برواية الحديث. أنجبت ما يقرب من 9 من الأولاد، ومع هذا لم
يشغلها الأولاد عن العلم. وكانت أم للنجباء. نعم، أيضا أنجبت من سيدنا عبد الرحمن بن عوف أولاد وبنات أصبحوا بعد ذلك قادة في الإسلام وتعلم الناس على أيديهم. بعد رحلة شاقة من هجرة وصبر وامتحان، توفيت الصحابية أم كلثوم بنت عقبة بعد زواجها من الصحابية عمرو بن العاص لترحل الممتحنة الصابرة المهاجرة.